والشوط يحتاج الى اللي هو احنا من بلدنا يعني ابو حسن اتذكر احنا تحت الهواء كنا نعم. من عقب المنعطف ابو حسن يقول خلاص ما راح يصيدونه، قلت لك ما راح يصيدونه لان طبعا عندي انا حصان اويسز دريم واعرف البيس مال اللي هو هني بدا يطلب منه ترى اول يعني يوم شاف الخيل قربت منه طلب منه هني المعركه اللي حصلت وصار فيه شد وعطى بين مجموعه من الجياد لكن كان يعني يبين ان سيطرته وسرعته ثابته واداءه كان ممتاز ترى الفارس بعد فارس دور كاثي كاثي نعم طبعا نعم كان له دور يعني كبير في تحقيق المركز شوف هني خلاص بدا الاعياء بالنسبه للمجموعه اندرويد اندفاعه ما شاء الله تبارك الله اندرويد كان يعني لولا يعني لو تاخر قليل الحصان فورن دبلومات اعتقد ان اندرويد كان في اندفاعه قوية لكن يبدو لي أن هو أندرويد نعم. خليفة ذكرت لي نقطة أن هالشوط هذا ما راح نقدر نشاهده بالنسبة للموسم هذا ونادرا ما يتم. نعم الأسماء يتم اللي موجودة في, نعم في مجموعة واحدة. الأسماء اللي موجودة عندنا يعني أسماء قوية وأسماء قدمت في هذا يعني في هذه المسافة نعم. يعني في هذا الدستن 1200 قدمت مستوى قوي يعني عندك بالي أوربان من الخيول القوية لوري مراوغ من الابطال الكبار ايهم فورن دبلومات اليوم ويعني يتخطاهم كلهم يعني الاسماء هذه ما راح تجتمع مره ثانيه جميع مره ثانيه في هذا في 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 نفس الشوط ما راح تجتمع يعني اعتقد ان فورن دبلومات اليوم استطاع